بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. انا حابب بس ابدا بكلمه ربنا الاول وبعدين نشوف احنا عندنا جدعون موجود في قضاة 6 وقضاة 7، انا مش هقراهم كلهم طبعا، بس خلينا نتبارك بكلمات ربنا الاول وبعدين نشوف مع بعض القصه ايه. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. قضاة 6 بيقول: وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. يبقى القصة، عشان بس أنا بحطكم في المشهد، يعني القصة بتقول إن القصة القديمة اللي هي يعني توم وجيري، شعب إسرائيل يخطئ فيزوغ عن وصايا ربنا، ربنا يسلمه لشعب من الشعوب العنيدة، يرجع يبقى زي الفل ويمشي معاه وهكذا. لكن لازم فترة ذل يمر بيها الشعب بني إسرائيل. في وسط الإصحاح: وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. خلي بالكم من المشهد ده. قضاة 7: فبكر يربع اللي مش عارف مين يربع، اللي هنعرف معاه دلوقتي، مش هقول اي ايه، وكل الشعب الذي معه نزلوا على عين حارود، وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل موره في الوادي. نروح مثلا لنص الاصحاح: وكان في تلك الليله ان الرب قال له قم، بيقول لجدعون قم انزل الى المحله لاني قد دفعتها الى يدك، وان كنت خائفا من النزول فانزل انت وفور غلامك الى المحل. ينتهي هذا الاصحاح بنصره شعب ربنا. روحوا وشوفوا قضاة 6 و7، اقروهم كويس وتغذوا بيهم، نشوف بس ربنا عايز يقول لنا ايه النهارده. 6 مشاهد موجودين في الاصحاحين دول على الترتيب: المديانيين وبني اسرائيل، انا همشي كده اوكي، ملاك الرب وجدعون، مذبح البعل، الحشد للحرب وعلامتين، وبعدين محاربة المديانيين، وبعدين لحظة الحسم. حاجة كده حبيت أشارككم بيها. في يوم من الأيام نابليون بونابرت عايز يروح يغزو روسيا، حصل له حاجة في مخه تقريبا أو كده، فعايز يغزو روسيا. مفيش مشكلة يعني، ونابليون برضو كان له امبراطورية. نابليون كان التكتيك بتاعه المدفعية الثقيلة، ما يعرفش حاجة اسمها ربنا، ويقول انا ما اعرفش حاجة، ربنا مش هيعمل لي حاجة، فهو لا يؤمن بالله، والتكتيك بتاعه عبارة عن مدفعية ثقيلة، وبيؤمن بثلاث عناصر للحرب: عدد الجنود، التسلح الجيد، عبقرية القيادة. والتلاتة كانوا متوفرين عند نابليون، والدليل على كده الفتوحات والحاجات الكتيرة الحلوة اللي هو عملها. بالرغم من كل ده نابليون اتهزم، نابليون بونابرت اتهزم، واتهزم هزيمة منكرة. تقريبا يقول التاريخ انه راح روسيا بنص مليون رجع ب50,000 تقريبا، يعني هو مكتوب التاريخ بيقول 4,000 قد تقارب 50,000 حسب ما انا قريت يعني. فلما سألوه انت ليه اتهزمت، قال لهم لقد هزمني الجنرال يناير، اللي هو الشتاء الروسي، يعني هو كبرياءه تعبه، مش عايز يقول الحقيقة، فبيقول الشتاء غلبني. طبعا الشتاء في روسيا شتاء غير عادي، قارس البرودة. لما سألوا أحد الجنرالات العسكريين في ذلك الفترة: من وجهة نظرك الشخصية إيه اللي هزم نابليون؟ قال لهم: الله هزم نابليون. أوكي؟ تمام. تكتيك روسيا بقى، يا روسيا إزاي كذبت؟ حاجة غريبة جدا. روسيا كذبت إنها انسحبت قدامه، عارفين حتة رحم اللهم امرؤ عرف قدر نفسه، وعملوا ايه بقى؟
بقى يرجعوا ويحرقوا وراهم المدن وكل المؤن والعده والاكل والشرب ويحرق. اوكي؟ عشان لما يخش لا يلاقي ملجا ولا يلاقي طعام ولا يعرف يقعد في حته وتبقى حته صحراء قاعد فيها ما بيعملش بيها حاجه. يبقى ده تكتيك نابليون وده تكتيك روسيا. في تكتيك ثالث بقى. تكتيك ثالث، تكتيك الله لجدعون. خطة اللي ربنا مشى بيها جدعون. نعمل بريف كده في الأول وقولها لكم باختصار وهنتكلم سريعا على الأحداث. باختصار 300 جندي بدون سلاح، وده مش أصلهم، هو كان أصلهم 32,000. وربنا مع جدعون فضل يصفصفهم ويصفيهم كده لحد ما وصلهم ل 300. 300 جرار فارغه، 300 بوق، 300 مصباح. دي خطه ربنا. حد شايف فيها سلاح من اسلحه الحرب؟ طب حاجه قريبه، في حاجه قريبه من اسلحه الحرب؟ سهم مثلا، مطوه، سكينه، في حاجه؟ ما فيش حاجه خالص. ده حتى الجنود دول من قلب الشعب، ما هماش برضو معدين الاعداد الكامل يعني. فده التكتيك بتاع الله لجدعون، الاربع نقط دول. هنعمل ايه يا رب؟ هنعمل الخطه دي. الجنود يقفوا يضربوا بالبوق، وبعدين نعمل ايه؟ اكسروا الجرار، وبعدين نعمل ايه؟ ارفعوا المصابيح في ايديكم. البوق، نكسر الجرار، حاجه انا بتكلم كلام هذيان صح؟ ملوش علاقه بالحروب اساسا. صح؟ مش بتكلم جد، مش بهزر، ملوش علاقه خالص بالحروب اللي بيحصل ده. يعني زي واحد مثلا ايه؟ واحد حران، فبدل ما يخش ياخد شاور يمسك كيس ميه ويرميه على الناس من البلكونه. حاجه ملهاش علاقه بالواقع خالص يعني. حاضر يا رب، يعني الخطه ان الجنود تضرب بالابواق ويكسروا الجرار ويرفعوا المصابيح في ايديهم. طب ايه هي ساعه الصفر؟ زي 6 اكتوبر كده، كانت 2 إلى 5. ايه ساعه الصفر؟ اسمها الهزيع الاوسط من الليل. ده ساعه الصفر بتاعتنا، ساعه الصفر اللي ربنا قال لجدعون ينطلق فيها، حيث الجنود غارقين في النوم العميق قبل منتصف الليل بقليل، وتنتهي القصه ان الله هزم المديانيين. زي ما قلنا ان الله هزم نابليون، بنقول ان الله هزم المديانيين. على فكرة ممكن المديانيين دول يكون قاعدين في قلبك وفي قلبي. أتمنى أن أنت توسع تخوم قلبك وفكرك معايا في الليلة دي، ربنا يدينا نعمة عشان أقدر أكتشف المديانيين اللي محتلين أجزاء في قلبي وحاطين إيديهم عليها وبيذلوني، ولكن الحرب للرب. أول مشهد، المديانيين أو المديانيون وبني إسرائيل. حالة صعبة قوي، إذلال، قمع، احتلال 7 سنين. طبعا نتيجة الخطية اللي شعب إسرائيل بيعملها ويزوغ عن ربنا ويروح يعبد البعل ويعبد الأوثان. فحصل أن ربنا سلمهم للمدانيين اللي زلهم لمدة 7 سنين وأقمعوهم. إيه صور القمع؟ مثلا كل ما يزرعوا الأرض يخشوا يحرقوها او يتلفوها، ما يخليلهمش حاجه خالص ياكلوا او يشربوا منها. وحاجات كتيره، لدرجه ان شعب اسرائيل اضطر ان هو يبني كهوف في الجبل عشان يختبئ فيها من بطش المديانيين ومن الذل اللي هم ضايقينه. ده المشهد الاولاني. المشهد الثاني، ملاك الله وجدعون. وتذكر قوي من لفظ ملاك الله في العهد القديم. لما يتقال ملاك الله او يتقال ملاك الرب في العهد القديم، يبقى مين؟ من هو المقصود؟ هو الرب تبارك اسمه بنفسه يتجسد في هذه الصوره ويتكلم مع انبيائه ومع قديسيه. جدعون بيحضر حنطه وعمال في المعصره يطحنها ويخبطها ويطحنها علشان يهربها لشعبه عشان ياكلوا، لان لو كان المديانيين شافوه كانوا هيقبضوا عليه وهيموتوه وهياخدوا الحنطه اللي معاه. اذا المشهد بيقول ان جدعون صحيح خايف ولكنه يعمل.
جدعون خايف ولكنه يعمل، يعمل من أجل نجاة شعبه. نفسيته تعبانة؟ آه نفسيته تعبان. ويقول الكتاب وجهه مملوء بالتراب، وشه معفر من التراب، حالة هرب، حالة جري باستمرار، ما هوش مستقر يعني. الرب معك يا جبار البأس، اتقال له كده، ملاك الله قال له كده، الرب معك يا جبار البأس. فابتدى جدعون يطرح الخوف اللي في قلبه قدام ربنا، وده مطلوب من كل واحد فينا. ابتدى يطرح الخوف، جوايا تساؤلات وجوايا مخاوف وجوايا شكوك. فانا لو قعدت اتكلم معاكي وقعدت اتكلم معاك واتكلم معاك من هنا لبكرة، محدش هيديني تعزية ولا هيديني خلاص. فقعد مع ربنا نفسه تبارك اسمه، فقال لي ملاك الرب كده، ممكن اسألك سؤال؟ ازاي بتقولي كده؟ ازاي بتقولي الرب معك يا جبار البأس؟ اديني امارة لو سمحت، اديني امارة. ايه امارة ان ربنا معانا؟ وهو لو ما هو معانا كل ده بيحصل ليه؟ كل الاذلال والقمع اللي احنا فيه ده بيحصل ليه؟ فملاك الله دخل في الإيجابية فورا وأعطاه أمر مباشر بالحرب. اديني بقى الحل بقى، لما هتكلم الله، الله سيعطيك صوته وهيديك رأيه، بس انت تكلم معاه بشفافية من غير ما تخبي عليه حاجة، تتكلم معاه مباشرة، تتكلم معاه عن طريق أب اعترافك، شوف انت عايز تعمل ايه. فاداله أمر مباشر. جه هنا جدعون وقال له بس خلي بالك، انا من سبط منس، عشيرة صغيرة قوي، وانا كمان صغير على قدي، فانت ازاي بتقولي كده وبتطلب مني الكلام ده؟ قال له طب عشان خاطري تديني علامة، لو انت فعلا عايز تشتغل بي انا الضعيف، علامة بس صغيرة، خليك قاعد مستريح لحد هقدم لك هدية بسيطة او تقدمة بسيطة. وبعدين قال له طيب. راح عمل التقدومة، سلق لحمة، شوية مرق، شوية فطير، وراح له قال له اتفضل. قال له طيب حط اللحمة والفطير على الصخرة وصب عليهم المرق واتكل على الله. ومد العصاية بتاعته فنزلت نار من السماء أكلت كل ده، وكانت هي دي العلامة في العهد القديم على قبول التقدمة من الشخص أو من الإنسان. فعلم جدعون أنه مؤيد من الله، وعرف أنه هو ربنا فعلا دعي، بنى مذبح وسماه يهوى شالوم، يعني سلام الله. يهوى شالوم يعني إيه؟ يعني سلام الله، لأنه في هذا المكان وجد سلام، في الجلوس مع الله وجد سلام. المشهد الثالث، مذبح البعل. أبو جدعون وثني زيه زي بقية شعب إسرائيل اللي زاغوا وراحوا عبدوا الأصنام. أب وثني، فالطلب من جدعون طلب بسيط جدا، ممكن يطلب مننا بمنتهى البساطة. قبل ما تمشي في طريق ربنا وتعمل أعمال الرب، من فضلك اهدم الأوثان اللي انت بتعبدها في حياتك. فربنا اداله أمر مباشر ان هو يهد مذبح البعل ويبني مذبح للرب. عمل كده؟ اه عمل كده، بس عمل بالليل. هو جدعون في قصتنا خاف كذا مرة، وده الضعف البشري، خاف كذا مرة، خاف يعمل ده بس الصبح، فرح عمله بالليل، خاف. الكتاب المقدس ذكر ده، كان امين معانا في حاجة زي كده، خاف فعمل ده بالليل. لما عمل ده بالليل صحي الصبح لقوا المذبح مهدوم والبعل او الاوثان مهدومة، مين اللي عمل كده؟ فتشوا دوروا، قالوا ده ابن ده جدعون. راحوا لابوه، شوف ابنك. فالاب اب برضه، فدافع عن ابنه وقال لهم ايه؟ هو مش اله؟ مش البعل ده اله؟ خلاص يروح يدافع عن نفسه بقى، يروح يرجح المذبح بتاعه وينتقم لنفسه. من تلك الساعة، ده الاسم اللي انا قلت لحضرتك عليه وانا بقرا الايات، ما بقاش اسمه جدعون، بقى اسمه يربعل. يربعل جدعون اصلا يعني حاطب او قاطع بشدة، انما يربعل هو ده اللي حارب حرب الايه؟ البعل
وكسب فتغير اسمه، ودي تلاقوها كتير قوي في العهد القديم، الاسامي بتتغير حسب الحياة والسيرة مع الله. المشهد الرابع الحشد للحرب وعلامتين. ابتدى بعد ما جدعون شال المذبح خالص بتاع البعل وتخلص من الاوثان، ابتدي يمشي في طريق ربنا بقى، ابتدي يعمل اعمال الله. عشان كده مطلوب مني وانا ماشي في طريق ربنا كل شوية اتنقى، كل شوية اتنقى، لو لقيت حدث يكشف لي خطية جوايا اشتغل عليها وقدم توبة، لو لقيت شخص كشف جوايا ضعف ما جراش حاجة، ما تزعلش من الشخص، ما تزعلش من الشغل، اشتغل على نفسك وقدم توبة واعترف بخطيتك، وهكذا طول ما انت ماشي تتنقى لكي تستطيع ان تسير في طريق الله. فجمع الاسباط المجاورة ليه، كان ساكن جنبه زبولون واشير ونفتالي، تعالوا نتكلم هنعمل ايه مش هنعمل ايه. وبعد كده جدعون بيكلم ربنا بيقول له بص بقى انا تعبتك معايا بس ما تزعلش مني معلش، اصل انا خلاص انا هبدا الحرب فعلا، فاللي فات كله كوم واللي جاي كوم، انا خلاص دخلت في المعمعه، طلب اخير وما تزعلش، اجيب حته جزه حته قماشه كده خلاص واحطها مبلوله، فيبقى سوري لو هي جه عليها الطل او اتبلت والارض كلها ناشفه يبقى انت فعلا معايا. عمل كده، بعد شويه قال له طب عشان خاطري معلش ممكن نعكس، معلش خلي الارض هي اللي مبلوله والجزه هي اللي ايه، ماشي. وربنا يحتمل ولا ما بيحتملش؟ ربنا بيحتملنا في كل الاحوال، في كل ضعفاتنا، ممكن البشر ما يحتملوش بعض، ممكن اخوكي او اختك او اخوك ممكن ما يحتملكش، ممكن يتنرفز عليك كضعف بشري، كل واحد فينا له اعصاب وله حياته وله امراضه وله ظروفه، لكن الله ثابت ما عندوش لا تغيير. انا شايف ناس بتضحك فواضح ان في ناس يعني ربنا ما عندوش تغيير ولا زل دوران، الله ثابت امين، طول ما هو شايفك ماشي في طريق التوبه هيكون امين معاك وهيتحملك، وده اللي ربنا عمله مع جدعون واداله العلامتين والدنيا ماشيه زي الفل. المشهد اللي بعد كده محاربة المديانيين. انت معاك كام؟ انا معايا 32,000. لا لا ما ينفعنيش، ده كتير قوي 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 قوي، انت هتعمل لي زحمة. وكمان عشان ما يتقالش ان انتم كسبتكم بمجهودكم تقواكم والعدة لا لا لا، الحرب للرب مش لحد تاني. طب ال 32 دول اعمل ايه يا ربي؟ طب قول لي امرني، نادي كده في البوق وقول اللي خايف يرجع. فاول ما قال كده رجع 22,000، اتبقى معاه كام؟ 10,000. ربنا قال له لسه كتير، بص دخلهم في حته فيها ميه عشان يشربوا زي نهر كده او بحيره. حاضر يا رب. قال له خد بالك اللي هيركع على ركبته عشان يشرب بايديه ده استبعده، انما اللي هيوطي سوري زي البوبي ويشرب بلسانه ده اللي تاخده. فاللي وطى شرب بلسانه 300، قال له هم دول اللي تجيبهم لي. طب والباقي يا رب؟ قال له لا، لانه واضح من علامه اللي هم نزلوا فيها سجدوا ان هم واخدين على عباده البعل من قبل كده، وتركوني وصاروا وراء الايه؟ البعل. خد لي بقى ال 300 دول اللي نزلوا شربوا بلسانهم، علامه غريبه جدا. حد عنده تفسير ليها؟ توطي تشرب بلسانك فيقبلك ربنا السرعة دي حركة مذلة جدا على فكرة. الله يريد أن تتضع أمامه، ربنا عايزك تتضع أمامه، اتضع في أمور حياتك قدر المستطاع عشان يرفعك في حينه يعني. فخد ال 300 اللي شربوا بلسانهم زي اسمه ايه وخلصت على كده. نشوف المشهد اللي بعده، لحظة الحسم بقى، ساعة الصفر بقى، بص بقى اللي هيحصل ايه. خاف تاني، قال له انت قدامك حل من اتنين، بس المرة دي ربنا اللي طبطب عليه، قال له خد بعضك وانزل، لكن لو خايف خد فورة الغلام بتاعه خده وانزل معاك اتجسس الاول، اسمع كده الناس بتقول ايه وعايز يطمنه ربنا، المرة دي هو اللي بيطمنه
فعمل كده فعلا ونزل. فلما نزل يسمع بين الناس لقى اتنين بيتكلموا، بيقول واحد بيقول للتاني انا امبارح حلمت حلم غريب جدا. قال له ايه هو الحلم؟ اتنين من عموم الناس يعني. قال له ايه الحلم؟ قال له رغيف من الشعير نازل يتدحرج ناحية خيمة المديانيين وراح موقعها وسقطت. رغيف، رغيف يعمل كل ده؟ ايه الحلم الغريب ده؟ ما هم دول التلتمية اللي لا حول ولا قوة، فاكرين النص مليون بتوع نابليون بونابرت اللي صفصفوا على 50,000؟ هي نفس القصة. فاطمن قوي جدعون، فتشجع اكتر وقال بقى ده انا خلاص كده انا فهمت التكتيك بقى. راح ماسك ال 300 مقسمهم لثلاث ميات، كل 100 ليهم شغلانه. النظام 100 منهم يعملوا ايه؟ الابواق في ايديهم، وال 100 التانيين ماسكين الجرار، وال 100 التالتين المصابيح. صح كده؟ يبقى دول الثلاث ايه؟ الثلاث ميات. وجه في اول الهزيع الاوسط ضربوا الابواق وكسروا الجرار. طب ايه اللي حصل لما الحركه دي حصلت في عز الضلمه؟ العدو افتكر ان الاعداد مالها، ما حدش شاف حاجه بقى، افتكر ان الاعداد مالها كتيره، فاشتغل على العامل النفسي. فالخوف دب في نفوس الاعداء وخافوا جدا 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 جدا، وابتدوا يعني يتعبوا وابتدوا يرجعوا لورا. فحصل ده فعلا، وبقوا يقولوا سيف للرب وجدعون، وجري وراهم وطردوهم من الارض، ووقفوا بثبات في معسكر المديانيين. مش كده وبس، ده فكر اكتر وقال له استولي على تجمعات الميه علشان حتى ما يحاولوش ايه يهربوا، ايه سابحين ما حاولوش يهربوا يعوموا، حتى اقفل عليهم كل الايه المنافذ. هي بس ملاحظة ان الهزيع الاوسط زمان ده كان من 6 مساء ل6 صباحا، وكل هزيع 4 ساعات. فالهزيع الاوسط ده اللي هو الهزيع الثاني اللي هو كان تقريبا من الساعة 10 مساء للساعة 2 بعد نص الليل، ده كانت ساعة الصفر بتاعت جدعون وشعب اسرائيل. الحرب كانت من الساعة 10 بالليل للساعة 2 بعد نص الليل بتوقيتنا. اوكي، جدعون رجل الله، 3 حاجات عشان بس ما نطولش. كان صريح وكان وديع وكان مناضل. كان صريح لانه هو ما كانش بيتصنع وكان بيقول الحقيقة وطرد المخاوف اللي جواه واتكلم مع ملاك الرب بصراحة. وديع لان هو اعترف بضعفه وقال له ان انا صغير ومن عشيرة صغيرة وذليلة في سبط منسة. مناضل لانه عمل بامانة وعمل باخلاص، ولما راح له ملاك الرب بالرغم من الظروف اللي كانوا بيمر بيها كان قاعد بيشتغل وبيطحن حنطة عشان يهربها للشعب عشان ياكل. اذا جدعون رجل الله صريح ووديع ومناضل. اخر حاجة جدعون، واربع حاجات، جدعون والخطية المانعة. خطية مانعة، اللي كان مانع ان الشعب يكسب، اللي مانع ان الشعب يستقر، هي الخطية الرابضة عند الباب ومذبح البعل وعبادة الاوثان. ودي تعلمنا قد ايه ان بعد كل ده لما بيكون معشش في قلبي وساكن في قلبي انا بقعد اسأل واستغرب هو ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ صح؟ بقعد استفسر واقول هو ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ هو انا ما بشوفش عجايب ليه في حياتي؟ جدعون والايمان المسترد. الايمان المسترد ده ان هو اتخلص من الشك. خلي بالك جدعون من الاسماء اللي اتذكرت كابطال الايمان في سفر العبرانيين، لان هو حارب الحته دي وطهر نفسه وطهر الشعب. اللي بعديها المعركه الناجحه. المعركه دي كانت ناجحه جدا لانها تميزت فيها 3 اشياء. استراتيجيه القائد الاعلى، مين القائد الاعلى؟ ربنا. سيف للرب ولجدعون اللي انتوا سمعتوها من شويه، ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون شرفاء. الاستراتيجيه الثانيه استراتيجيه الجندي الناجح، ان ربنا كان قاصد يقول له من فضلك
التلتمية اللي هنقيهم ما يكونوش خايفين، ودي مذكورة في سفر الرؤيا ان لا خائفين هيخشوا. خلي بالك من الحتة دي. ثالثة، استراتيجية الوسيلة البارعة، لان هو زي ما احنا شفنا التكتيك كده بتاعه طوقهم من كل الجهات. تمام. التجربة الزاحفة دي اخر حاجة، الطلب منه بعد كده ان هو يكون ملك على الشعب، دي حتة اغراء بقى اتقدمت له كده يعني، فرفض، قال لهم ما اقدرش املك عليك، الله هو اللي يملك علينا، الله هو اللي يتسلط علينا. وده بيدينا قد ايه ان الانسان فينا معرض للتجربة في اي مرحلة من مراحل عمره، فربنا اللي بيسند حتى لو الانسان سقط. رسالتين في اخر جدعون. الرسالة الاولى، هل نستطيع ان نكون جرار فارغة في معارك الحياة تحمل مشاعر النور العظيم للعالم وبوق الكلمة الالهية كصوت صارخ للبرية؟ تقدر تعيش جرار فارغة وتسلم الحياة لله وتقول له تفضل. الرسالة الثانية، احنا بحاجة ان نصرخ، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهديني طريقا ابديا. دي تلاقوها في مزمور 139. قد ايه كل واحد فينا محتاج كل فترة ان هو ينقي نفسه ويكشف افكاره. ربنا يدينا نعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان الابد. آمين.